لماذا؟ هي مسرحية سياسية اجتماعية ثقافية كوميدية بامتياز. ألان درغام. جمعيتنا يلي اسمها عكسنا جمعية لماذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرجلة الحلو في ستيريو 71؟ هذا العنوان العريض لمسرحية لينا خوري أرادت من خلاله إحياء مسرحيتها في الذكرى العاشرة لغياب الكاتب عصام محفوظ، كأن الزمن توقف عام 1971 فلم يتغير شيء من أحداث في كتابات محفوظ، فثوراتنا لا تزال ثورات أفراد لا ثورات شعوب. ما بحب أعمل مسرح يطلعوا الناس منه ينسوه، أنا بحب يطلعوا العالم ينبسطوا بالمسرح اللي عم يشوفوه ويطلعوا عم يطرحوا أسئلة. بيقول عصام محفوظ إنه العالم الشعب اللبناني والعربي عايش بغيبوبة، مشان هيك اختار إنه تدور الأحداث المسرحية بستيريو. القضية اللي جمعتهم لثلاث شخصيات سرحان سرحان فرجلة الحلو وزعيم أمتن سعادة هي القضية الفلسطينية، هي القضية اللي بتوجعنا دائما بالصميم. استندت لينا خوري في مسرحيتها إلى إعادة محاكمة الشخصيات الثلاث التي ركز عليها عصام محفوظ في نصه، سرحان سرحان قاتل السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي، وفرجلة الحلو الزعيم الشيوعي الذي انتقد موسكو حين وافقت على تقسيم فلسطين وتم تذويبه بالأسيد، والزعيم أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي أعدم عام 1949. نادرا ما تلاقي عمل بهالشكل هيدا اللي هو 15 ممثل على المسرح حاضرين كل الوقت وكل الوقت عندهم شغل. نص كيف مسرحته كتير مسرحته ذكية. بدي حيي لينا للجرأة يلي عندها إياها، تنفيذ كتير حلو. المسرحية أنا كتير حبيتها من قبل بس هلأ حبيتها أكتر. قد ما هي من السبعين يعني قديمة بس هي معاصرة، بتحكي عن الوجع اللي بكل العصور. تحدي جديد أرادت أن تخوضه لينا في عملها هذا، مسرحية هادفة بأسلوب ترفيهي وتقنيات إخراجية مميزة تحاكي عصرنا. القصة تدور في ستيريو ملهى ليلي حيث تمثل الشخصيات قصصها وتدعو إلى صحوة، ويبقى سؤالان أساسيان في بال كل من يشاهد هذه المسرحية التي يستمر عرضها حتى الثالث من نيسان المقبل: لماذا القتل وفي سبيل ماذا؟ كما ذكر محفوظ الهدف من النضال هو التحرير والتحرير.